السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم الدرس الثاني وهو مدرستي الأولى. عندنا في الفقرة الأولى الفكرة هي وصف بيت الكاتب. وصف بيت الكاتب. وصف بيت الكاتب. عندنا في الفقرة الثانية في هذه الفقرة في الفقرة الثانية شغف والد الكاتب. هنا نكتب شغف والد الكاتب بالكتب بالكتب والعلوم والمعرفة. في الفقرة اللي بعدها عندنا في هذه الفقرة تتكلم عن يوم ولادة الكاتب. يوم ولادة الكاتب ودور أبويه في الرعاية. وعندنا هنا في هذه الفقرة تتكلم عن ماذا؟ عن الجدة وأوقاتها الممتعة مع الكاتب. وفي الفقرة اللي بعدها في هذه الفقرة تتكلم عن بناء البيت على أصول الدين. وفي هذه الفقرة فهي تتكلم عن آثار البيت في تكوين شخصية الكاتب. نقوم بحل الأسئلة. عندنا طبعا هنا يقوم بترتيبه، مثلا عندنا الحروف الهجائية ألف ب ت ث جيم ح خ وغيرها. أول شيء حرف الباء نكتب واحد، فنقوم بالترتيب على حسب الحروف الهجائية. خمس كلمات تدل على الأثاث. عندنا البساط ودروس الصباح والطابع وكتب ولحاف. كلمات تتضمن بينهما تضاد. عندنا كلمات بينهما تضاد. طبعا عندنا مجموعة من الكلمات اللي بينهما تضاد. عندنا الحصير والسجاد والدواليب واللحاف والمخدة وغيرها. كذلك عندنا كلمة يبتهل والسؤال، ما معنى كلمة يبتهل؟ ما معنى كلمة يبتهل؟ الآن ننتقل إلى هنا، أكتب كلمة مفتاحية جنب كل فقرة من فقرات النص تلخص مضمونها. الفقرة الأولى بيتي، الفقرة الثانية طابع البساطة، الفقرة الثالثة مولعا، الفقرة الرابعة محكوما، الفقرة الخامسة جدة، والفقرة السادسة لا حزل فيه، والفقرة السابعة مدرسة. كذلك عندنا هنا حدد نوع النص في ضوء الإجابة. الضمير المستخدم في النص الضمير المتكلم. الكاتب يتحدث عن زمان الماضي. الشخصية الرئيسية في النص هي الكاتب نفسه. الكاتب نفسه. هذه هي الأجوبة في هذه الصفحة. الآن ننتقل للصفحة اللي بعدها. عندنا في هذه الصفحة يتحدث النص عن ماذا؟ أحداث وتجارب عاشها الكاتب. طبعا من ضوء الإجابة السابقة نوع النص هي سيرة ذاتية. ما رأيك في أسلوب تربية والد الكاتب لأبنائه؟ تربية دينية حكيمة رائعة. بحسب رأيك لما اهتم الكاتب بمكتبته؟ لأنه تعلم ذلك من حب والده للكتب، فأحبها حبا أيضا لعلمه بقيمة هذه الكتب بالنسبة إليه اكتساب المعارف المختلفة. استخدم التراكيب الآتية في جمل من إنشائك. لا حد له وهو أحب العلم حبا لا حد له، فلا يأباه أبي يعمل الخير ولا يأبى بالحاقدين.
أبي يعمل الخير ولا يأبى بالحاقدين. عندنا أيضا هنا أنشأ جملة محافظا على ما تحته خط: أما أكثر ما في البيت وأثمنه وما يشغل أكبر حيزا فيه. هنا نكتب أما أكثر ما في الحديقة ما يرعاه أبي فهو الرماية. هنا ولكن كان بيتنا جدا لا هزل فيه، ولكن كان البيت منظما لا عبس فيه. اكتب مقطعا من النص مستخدما أدوات الترابط فيه: كانت أول مدرسة تعلمت فيها أهم دروسي في الحياة بيتي، وقد بنى أبي بعد أن تحمست حاله بيتا مستقلا في الحارة التي، طبعا هنا نكتب التي يسكنها هو وأخوه. عندنا الفرق بين نص صور من قريتي ونص مدرستي الأولى. القيم هي الاعتزاز بالقرية ومكان النشأة، هنا الفخر والاعتزاز. أما العادات اللعب والمرح والصلاة في المسجد، هنا حكايات الجدة ومواظبته على الصلاة. نوع الكتابة هنا رواية وهنا سيرة ذاتية. هذا الفرق بينهم. وبكذا انتهينا من هذا الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.